قاعدين بنعمل. بصوا هناخد عيش التورتيه وناخد جبنه موتزاريلا، نعمل كاساديه ايه السجق. الظرف بيقول لك ايه؟ اتصرف. الظروف اللي بيقولوا للظروف احكام، صح؟ واحنا قدها. هعمل كده. طب اقول لكم حاجه، احنا ممكن جلاش خلاص. طيب هنفردها ونحط طبقه تانية فوقها اهو. ليه نعملها كده مقفوله؟ نحط اتنين وادي كساديه. والله فيها بركه الحلقه دي اهو. كاساديه السجق. الكاساديه اكله اصلا مكسيكيه، والسجق ده اكله شرقيه. حاضر الجلاش. خايفين انتوا على الغدا ولا ايه؟ اوه برافو عليكم، برافو برافو برافو. بصوا لي بجد الفطيره دي عامله ازاي، تبان انها جلاش خالص. نحطهم جنب بعض، ايه رايكم؟ قولوا لي وقت. انتوا النهارده سايبيني من غير ما تقولوا لي الوقت، ها؟ مندمجين بالحلقه. 4 دقايق. تمام. انا حاسه اني عايزه بورد تاني. انا بس بضغط هنا عشان الجبنه تسيح وتلزق الطبقتين ببعض. نرجع هنا نطلع دي ونحطها برده على الناحيه الحلوه دي. حلو. ادي عندنا الاكله الثانيه. العشاء قرب يجهز يا جماعه، الضيوف على وصول. نشيل دول. لحد دلوقتي احنا ناجحين، عندنا اهو اكلتين. الكساديه بتتعمل، تعالوا نقلبها. بسم الله. اوبا، هي بس الجبنه جوه قليله فالسجق طلع. شايفين لونها حلو ازاي؟ مش اي اختبار يا جماعه. تمام. احنا معانا وقت قد ايه؟ طب ممكن نطلع فاصل اروق شويه المطبخ، اللي بتوتر لما المطبخ يبقى زحمه، ونرجع اقدم الكساديه دي. انا خلاص هحطيها ونعمل مع بعض الاومليت. يلا اروق المطبخ لان بركة النهاردة طلع الأكل ما شاء الله. كاسادياز وفطير ومكرونة باللحمة. تعالوا دلوقتي الكاسادية أوحت لي أني أخد نص الأفوكادو وأعمل جواكامولي. هو إيه الجواكامولي؟ هو الأفوكادو اللي بتحط جنب الأكل المكسيكي. فهاخد، طلعت النهاردة ما شاء الله معانا كمان حظنا حلو. بصوا حباية الأفوكادو مستوية كريمية ومش مسودة وطرية. فهاخد أفوكادو كده أهرسه بالشوكة. روعة. جنب اللي بيحبوا الكاسادياز عارفين تتقدم جنب ساور كريم. مش حاطين لي ساور كريم، مش مشكله، حاطين لي حاجات كتير حرام. افوكادو مهروس عشان ما يغيرش لونه، بنحط له نقطه ليمون وتظبط طعمه كمان، نقطه ملح، وطماطم متقطعه، وبياخد شويه بصل اخضر. بس لو ما فيش بصل اخضر شويه بصل. طب لو اتعزمتوا على عشاء زي ده تصدقوا انه ما كنتوش يعني تتصدق انه ما كناش محضرين له؟ هقول لكم حاجه، في حاجه اسمها البركه. ربنا يطرح في بيوتنا يا رب البركه. بتفرق والله انه الواحد نيته صافيه وناوي انه يعني عازم بنفس وعايز يعمل اكل حلو، وزي ما بيقولوا نفسه. انا مش بس بقول نفسه على الاكل حلو، ونفسه كمان بتبقى حلوه، يعني حابب ياكل الناس. مش اللي هو اوف انا جاي لي ضيوف، لا. البيت اللي يا رب يجعل بيوتنا دايما تطعم الطعام دايما، يعني يبقى دايما بيتنا فيه جمعه وفي لمه وبيت خير. فهنحط الجواكامولي جنبه اهو. سلام. ولو جبنا هنا، خليني اخده كده، عملناه برده بطريقه لذيذه، مش لازم طريقه مدوره كده. نحطهم، لا ما تطلعوش بره، نحطهم كده بالطول كده، وبعدين ناخد الجواكامولي نحطه هنا. مش قادره حنتف النهارده وانضف. شكله حلو قوي، ممكن ياخد جنبه حاجه خضراء. فانا هاخد من السبراوتس اللي سرقتها من الثلاجه دي ونحطها مثلا هنا كده. اشوف شكله على الكاميرا، شكله لذيذ. الله، والله مطعم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ قلنا هنعمل حاجه بالبيض. طاسات على النار سخنه، هاتوا نعمل اومليت في